الزملاء والزميلات عشاق الطبيعة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم من حديقة منزلي أو ما يعرف محليا بالحكورة، حاب أعرفكم على نبات، هو نبات اسمه نبات اللوف. له اسم طبعا شائع بتراث المشرقي، وهو مكحلة الغولة أو إذن الفيل، نتيجة ويكون أنه ورقه كبير. فهاي الأسماء الموجودة. هو نبات محب طبعا للظل، ينمو في المناطق الجبلية وبين الصخور. طبعا هذا هو ينتشر في بلاد الشام بشكل كبير طبعا، والمغرب العربي وأوروبا، بس أكثر إشي هو موجود بحوض البحر الأبيض المتوسط، اللي هو نبات اللوف أو مكحلة الغولة أو إذن الفيل. طبعا الغولة هي أسماء من التراث، من الميثولوجيا الشعبية. بالنسبة لهاي الورقة، طبعا ورقة اللوف لونها أخضر غامق ذات سطح أملس. طبعا الزهرة أو الأوراق، الزهرة مخملية أرجوانية داكنة مرقطة ببقع سوداء غامقة، لاحظوا. سميت مكحلة الغول لأنه هذا شكل مرود المكحلة بالتراث الشعبي. طبعا تزهر في شهر نيسان، وطبعا قبله بآذار. بالنسبة لنبات اللوف، هو نبات سام، وهو أخضر لاحتوائه على أكسلات الكالسيوم، والتي يمكن التخلص منها إما بالغلي أو إما بالتجفيف. لذلك فهو يؤكل مجففا، وهو نوع من المقبلات يقدم والسلطات على مائدة خاصة في الربيع. طبعا يطبخ مع زيت الزيتون والسماق والليمون، وهو من الأكلات الريفية المعروفة في منطقة بلاد الشام، يقدم كمقبلات. هذا هو نواة اللوف أو اللوف الصخري أو مكحلة الغولة أو إذن الفيل.